انت. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أمينة كرم، مغربية، حصلت على لقب أحسن صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 على قناة طيور الجنة، ومن بعد بديت كنصور كليبات وتنطلع الحفلات مع نجوم قناة طيور الجنة. الفكرة جاتني أنا ملي كنت صغيرة، كانت عندي الموهبة ديال الغناء، كان عزيز عليا نغني، وجات الفرصة هذه وقدمت ليها. يعني ما كنتش منتظر أنني غادي نفوز وأنني غادي نحقق هاد الشهرة كاملة، لكن الحمد لله عادي كنت كنكمل. كنت كنسافر في العطل، بعض المرات ملي مثلا تكون عندي شي حاجة ضرورية يعني خاصني نسافر عليها، المدرسة كانوا متساعدين معايا ومسهلين ليا، كنت كنسافر في أي وقت، وملي كنرجع كيعوضوا ليا كاع الدروس اللي فاتوني. انا ما انفصلتش على طيور الجنة وما كنتش دايره معاهم عقد، انا القناة كانوا متبنيين الموهبة ديالي، و يعني بغيت انا يكون عندي ستايل ديالي بوحدو، وان شاء الله قريبا غادي يكون عندي جديد من غير قناة طيور الجنة. قدمت لي هاد التجربة ديال 5 سنوات، اضافت لي الكثير، الشهرة، محبة ديال الناس، ثقة في النفس، كيفاش نمثل الصورة ديال الفتاة المغربية أحسن صورة. الحمد لله ضفت لي المواقع التواصل الاجتماعي، تعرفت على أصدقاء جداد من جميع الدول العربية، التواصل ديالي مع الجمهور، كنعرف كيعرفوا اليوميات ديالي. مؤخرا كانت مؤخرا وصل الحساب ديالي في الانستغرام ل 500 ألف، نصف مليون، ويعني بديت كان يعني بدا التفاعل اكثر. عمر الحجاب ما كان عائق او كيمنع البنت انها تمارس الموهبه ديالها او انها تبرز الفن ديالها، والحمد لله يعني ممكن نكون قدوه لكل بنت. ان يعني الحمد لله ما كنديرش شي حاجه اللي هي خايبه، بالعكس الفن اللي كنقدم هو فن هادف. من القدام ممكن ان شاء الله يكون عندي عقد مع احدى الشركات العالميه، وان شاء الله غادي تولي عندي يولي عندي ستايل خاص بيا وستايل عالمي ان شاء الله. يا ما نفس عيش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كل ما انسان جواك وجوايا، انسان له حلم له غاية، انسان جواك وجوايا، انسان له حلم له غاية. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.